بورك والشربه والملح لو كثروا لنا. جور تاع رمضان راح يكون ديبري شوك، اللي عنده يدي واللي ما عندوش ما يديش. يا بابا قالها له. جور تاع رمضان اللي عنده يدي ما عندكش تدي. عندك تدي ما عندكش تدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاوتي، اليوم جيت نبشركم ونقول لكم باللي أول أيام رمضان حاب يقول لو برومي جور تاع رمضان راح يكونوا كاينين ماشي تخفيضات، راح يكونوا كاينين تكريمات. واش معناتها؟ كاين الناس ما لحقتش باش تشري طاب سالامونجي، كاين الناس ما لحقتش باش تشري طاب الكويزين. الو خاوتي السوم راح تكون يا ودي ارض. شفتوا على الوايت فرايداي هذه النهار خاوتي اول ايام رمضان راح يكونوا كاينين تكريمات، تابعوني. رمضان ان شاء الله كامل راحين تفرحوا معنا اللي عنده واللي ما عندوش. اكرر واقول ارواح اول يوم تاع رمضان للمحل وراح تتمتع. راح نديروا لكم هنا طحطاحه كبيره تاع لي طاب سالامونجي، ما يفوق 20 موديل تاع لي طاب سالامونجي خاوتنا. ونعاود نقولها اللي عنده يدي واللي ما عندوش، قلنا لكم اكثر من 20 موديل تاع لي طاب سالامونجي راح تصيبوه. اليكم بعض الموديلات اللي راحين يكونوا كامل ليكم بيان سور، وكلش بلوبوات. راكم حابين تزيدوا تشوفوا شويه زيد تبع. ومام لي خاصته طاب الكويزين هذا العام كامل ان شاء الله البيوت الجزائريه يدخلوها لي طاب الكويزين. وصدقوني غير المخزن مملوء بلي طاب الكويزين. نقول لكم وكل ايطاب راني نقول لكم باللي يوم الاول فقط تاع رمضان نسحقكم تكونوا بقوه في المحل، ما تضيعوش الفرصه، زيدوا تابعوا لا فيديو. وبيان سور اللي راح يجونا اول رمضان ان شاء الله راح يدوا دي كادو. شوفوا ربي بارك العديد من الهدايا. تابع بسم الله ما شاء الله، تجي تدي طابله ولا اي حاجه راك حابها مع لي كادو كيما راكم تشوفوا. زيد تبعني ربي بارك. شوف بسم الله ما شاء الله، الله يبارك خوتنا كيما راكم تلاحظوا فخامه وتستاهلوا كامل الخير. مازال الفيديو تبع. وماشي غير لي طاب سالامونجي ولي طاب الكويزين، لي صالون كيف كيف خاوتنا كامل تعمروا داركم بان صالون دو لوكس خاوتي كيما راكم تشوفوا. كاين بليزيور موديل تابعوني. ومام لو باك تاع لو صالون شيفوار راح يكون بسعر خيالي جدا اللي عنده يدي واللي ما عندوش يدي. عم ايه التخفيضات تشمل كامل لي صالون اللي عندنا بيان سور. ربي يبارك لو صالون بانز حاضر وراح يكون بسعر مغري جدا. ولو باك تاع لو صالون كوبر هذا اللي راكم تشوفوا بلا ما ننساو الريو والديكرادي خاوتنا بيان سور والعديد من لي موديل. خويا وليد شوشو تاع الثقه، خويا عبد الرزاق مرحبا بكم في محل اثاث الثقه خاوتنا. وبريميجور تاع رمضان اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي، وروح روح تشوف لي لي بايو الله يبارك. عندك اللي هنا كيت سالامونجي، عندك لاجونتري مليكا، كاين كل الانواع وكل الاشكال، كاين كل خير. ورانا دائما في الخدمه يا ودي السوما الارض السوما تتكركر، اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي. وبريميجور تاع رمضان رانا في الخدمه. يا عبد الرزاق عندك تدي ما عندكش تدي. خويا الهادي السلام عليكم خوتي، وصحة رمضانكم وعقوبة العام الجاي، وتقبل الله منا ومنكم. وراح يكونوا ديبري شوك خاوتي مرحبا بك. في النهار الاول تاع رمضان واش تقول لهم خويا طارق؟ اللي عنده يديه اللي ما عندوش يديه خويا عبدو. وانت واش تقول لهم؟ مرحبا بهم في رمضان، واللي مخصوص اي حاجة مرحبا به. هذه خويا وسيم واش تقول لهم النهار الاول تاع رمضان؟ بإذن الله مفاجأة كبرى خويا، وديبري ربي يبارك ما شاء الله. نقول لكم يدي واللي ما عندوش يدي خاوتنا مرحبا بكم. خويا حميد واش تقول لهم؟ نقول لهم ان شاء الله يكون رمضان مبارك، واللي ما جاش نهار الاول تاع رمضان حيراطي. هادي هي مرحبا بكم. السلام عليكم، الشعار تاعنا في رمضان اللي عنده يدي واللي ما عندوش يدي، وصحه رمضانكم وينعاد علينا وعلى الزبائن تاعنا كل عام ان شاء الله بالخير. بارك الله فيك.